بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في لولو هايبر ماركت، عاملين عروضات 50% على الملابس. هنا في ساري كامل كان ب39 ريال، دلوقتي ب19 ريال اهو، والقماشة كويسة وألوانتها حلوة. ساري كامل اهو اهو يا جماعة، ده بيبقى شكله في اللبس، هو طبعا مش متخيط اهو، شكله ب19 ريال، ولما يتخيط بيبقى الشكل كده اهو. الوانات في جميع الالوانات ب19 ريال، من 39 ريال اهو، كل الاشكال اهي. دي كلها اشكال ساري ايه يا جماعة، ب19 ريال، من 39 ريال. لما لقيت عرض كويس قلت ايه اوريه لكم. ده ب20 ريال برضو، من 39 ريال. جميع الالوان مكتوب عليه كرتي باكستاني، بس انا قلت افرجكم معاه اهو. هنا في طرح ب11 ريال وربع اهي، هي برضو باكستاني مش عارفة ايه دي. الطرح يا جماعة اشكال كتيرة، اشكال حلوة تنفع مناسبات. اشكال ايه دي ب26 ريال، الطرح دي على 26. ودي ب11 ريال وربع، معرفش ايه يعني الطرحة، بس ايه طرحة ب11 ريال وربع. وده اللي احنا قلنا عليه ب20 ريال، مكتوب تركي كرتي باكستاني، اللي هو مفتوح من الجنبين ده. وده الساري ده، ده شكل تاني، ده ب57 ريال، يعني في ده عليه خصم 25% اهو، ب52 وواحد واربعين و57 ريال اهو. ده ب29 ريال وربع. يا اغلب لولو في الملابس هند وباكستاني يعني وكده. انا بفرجكم، حلو السري ده، جميل جدا. هنا الحاجات دي، السري اهو ب18 ريال اهو، ده ب18 ريال، حلو ينفع هدايا. ده يا جماعة السري ده كان ب39 ريال، دلوقتي ب18 ريال اهو. وده كان ب9 وكم، 39، كان ب99، دلوقتي ب39 ريال. ساري برضو اهو، ده ساري برضو ما شاء الله. ده بكام، كان ب229، دلوقتي ب172 ريال، يعني هو اسعار مختلفه يعني واحجام مختلفه اهو. ده اللي رخيص، ده ب39 ريال، وده ب18 ريال. هنا في ده بيجامات عليها خصم 25% اهي، هي دي قبل الخصم حضرتك ولا بعد الخصم؟ ايه بس بعدين 25% عند الكاشير ينقص. اه في الكاشير ينقص 5. ايوه ما شاء الله. دي ب59 ريال يا جماعة، عليها خصم 25%، احسبوها انتوا بقى. اشكال كتيرة يا جماعة، جامعات 59، ويعني اسعار متفاوتة يعني، و49
عليهم خصم 25% عند الكاشير، هو اللي بيخصمها لكم. ايه دي بيجامات، طقم بيجامات، بنطلون بالبلوزة بتاعته. جميع الأشكال والألوان والمقاسات. هنا دي بقى كمامات، أشكال كتيرة وألوانات. هنا دي زي طرح كده اللي بتبقى جاهزة، اللي هي بتتلبس على طول. بكام دي؟ بكام؟ ب76 ريال. دي الطرح اللي هي الجاهزة اللي هي بتتلبس على طول، دي ملفوفة جاهزة. ودي طرح، دي خمارات، دي عبايات بقى على خصم 15%. دي قمصان بيت على خصم 25%، بس اسعارها كام؟ هي القطن ومشيتها حلوة بصراحة. دي ب24 ريال على خصم 25%، يعني تطلع ممكن كام؟ 20 ريال. حلوة ب20 ريال. احنا في لولو هايبر ماركت يا جماعة. وهنا البنطلونات دي عليها خصم 25% اهو، ومشيتها حلوة. دي ب42 ريال خصم 25%. اهو دي بنطلونات حريمي. دي تصفيات ومشيتها حلوة، دي ب119 ريال. كانت ب119 ريال، بقت بكام؟ ب40 ريال. حلوة جدا، مكتوب عليها تصفيات السعر، كانت ب119 دلوقتي ب40 ريال. القطيفة بتاعتها كويسة. ودي كانت بكام؟ دي تصفيات برضو، دي كانت ب65 ريال دلوقتي ب30 ريال. فستان بحزام 30 ريال، الشكل الفستان ده ب30 ريال، من 65 ريال. دي شكلها مش عليها خصم. ده مكتوب قميص نوم. دي بلاطي ورايا ورايا ب48 ريال، 2 XL. دي ب76 ريال. انا بدور على الحاجات اللي عليها عرض يعني. دول عليهم خصم 25%. ده مايو حمام السباحة، مايو إسلامي ب94 ريال. في منه الأشكال كتيرة لحمام السباحة. دول عليهم خصم 25%. التيشيرتات دي بكام؟ ده ب43 ريال، عليه خصم 25%. دي يا جماعة في لولو هايبر ماركت قسم الملابس. دي فساتين مناسبات اهي، على خصم 25%. ايه هنا الولادي
برضو في خصم 25%. اشكال كتيرة تيشيرتات، عايزين نشوف البنات. كل الملابس الولادة عليها خصم 25% يا جماعة. اشكال والوانات كتيرة، والشنط برضو، في شنط كده بعجل، شنط حريمي بعجل اهي، كانت ب329 دلوقتي ب247 ريال بعجل اهي، شكلها حلو اهي. وهنا الشنط ده على خصم 50% ب49 ريال، كان ب98 دلوقتي ب49 ريال. اشكالها اهي جميع الالوان كويس اهي يا جماعة. كده صورنا الشنط والملابس اهي، كل الشنط دي على خصم 50%، كل الشنط. الشوزات ده على خصم، حلو الشوز ده. ب159 ريال كل الأشكال دي، شكله حلو. كان ب285 ريال، شكله حلو جدا ده. وماركة سكيتشوز، شكله حلو أو جميع الألوانات خاص. الشوزات دي ب99 ريال كاجوال رجالي، حذاء كاجوال رجالي ب99 ريال. ودول 149 ريال من 295 ريال، ماركة برضو. ودي الشنط اللي عليها خصم 50%، الله شكلها جميل اهي، 35 ريال دي، حلو 35 ريال. الأحذية دي ب119 ريال، 129. تصفية سعر، مكتوب تصفية سعر اهي. كل دي شوزات اهي، وشنط جميلة جدا اهي، كله ده في لونه هايبر ماركت يا جماعة. ودي أشكال الشنط اهي، كله ده عليه تصفيات اهي، أشكال كتيرة. الواحد لو هيقعد يصور هيتعب من التصوير. دي شنط من لونه للتسوق، ب4 ريال ونص الشنطة. دي كلها دي أشكال شنط. ودي للبناويت، بنانيت الصغنطتين جميلة جدا، على خصم برضو 25%. ودي الشنط اهي، وأشكال الشنط اللي هي. نشوفكم إن شاء الله في جولة جديدة في لولو هايبر ماركت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.